هعرض لكم صورة أو صورتين جنب بعض، وهسأل كل واحد فيكم سؤال إنه يحط لي الوش اللي بيعبر عن مشاعره اللي جواه. يلا بينا. أول صورة كابتن شيكابالا وكابتن حسين الشحات. عايز أسألكم سؤال واضح، مين اللاعب الأحرف في الاتنين؟ كابتن شدي قول لي بسرعة بدون تفكير. شيكابالا. شيكابالا أحرف. شيكابالا أحرف. ما توقعتش كابتن شادي إجابتك دي. عشان الطبيعي حتى لو أنا بنتمي للنادي الأهلي، حضرتك سألتي سؤال واضح، الأحرف أحرف يعني مهارته أكبر، فشيكابالا مهارته أفضل من حسين الشحات. على فكرة دي مش بتقلل من حسين الشحات على فكرة، بس هو فعلا مهارة شيكابالا أعلى. اللي